يأبى الاقتصاد العراقي أن يشهد انفراجة قريبة، فجميع وسائل الفشل تتجسد أمام البلد الذي يشهد تدهوراً كبيراً في مختلف القطاعات ومنها الاقتصاد، الأمر الذي جعل نحو ثلث السكان تحت خط الفقر. نظرة سريعة إلى الأسباب تقود لعوامل عدة، أبرزها اعتماد العراق الكلي على تصدير الذهب الأسود، وتتجلى خطورة هذا الأمر عند كل أزمة تضرب قطاع النفط وتدخل معها الاقتصاد العراقي في مرحلة حرجة. وسبق أن ذاق العراقيون في عام 2020 مخاطر ذلك عندما هوت أسعار النفط أثناء تفشي وباء كورونا، وهوت معها عائدات البلاد لتتضاعف بين ليلة وضحاها معدلات الفقر. وعلى الرغم من أن العراق يعد ثاني أكبر دولة من حيث الإنتاج النفطي في منظمة أوبك بمعدل يبلغ نحو 4.5 مليون برميل يومياً، إلا أنه لا يزال يستورد المشتقات النفطية في صورة أخرى تعري مدى الفشل الاقتصادي. أننا بلد مستورد للمشتقات والمنتجات النفطية، نستورد هذه المنتجات وتكلف الخزينة والدولة مليارات الدولارات في وقت كان يفترض أن توجه هذه الأموال إلى قطاعات أخرى من الصحة والسكن والتربية. وينتظر قطاع النفط كارثة حقيقية تتمثل باتجاه العالم نحو عصر خالي من الكربون، بعبارة أخرى ستتخلى الدول الصناعية الكبرى بشكل كلي عن النفط بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، وحينها سيكون العراق مجرداً من أي مورد اقتصادي يمكنه الاعتماد عليه. ويفند الواقع المزري الذي تعيشه البلاد من انهيار قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة ادعاءات الحكومة باتخاذ خطوات لتنويع الاقتصاد، وهي مهمة تبدو بعيدة المنال ببقاء العوامل المسببة للانهيار. وبحسب المراكز البحثية فأن الأجندات الدولية والتبعية للخارج إلى جانب الفساد الحكومي الذي يكبل العراق يقضي على أي فرصة لحدوث نهضة اقتصادية، كما أن خطر الميليشيات كان سبباً طارداً لجميع الاستثمارات الممكنة في بلد تحاول حكوماته الترويج لإنشاء مشاريع من المرجح أن تكون نوافذ فساد جديدة.